بال93 اذا تتذكرون صدام راد المعلمين يدرسوه بصف الاول تمام. وزملائه بصف الاول عرضها تلفزيون العراق في وقت. فواحد مسؤول الحزب مسؤول تكريته صلاح الدين الحزبي ممدوح الحبوس مات الله يرحمه، هو كان هم من جيل فاضل البراك، فالشيوعي هو المسؤول. فقالوا شو يريد من عندنا محرر؟ فأنا جيت بلغت زوج خالتي أيضا إسماعيل هو مدرسة بالهو، فكرمهم. فكمال لالوسي قال لي الله يرحمه قال لي هذا بس لا يتذكر ديك ما يدري شو يروح يسوي لي بوش. قلت له يعني أنت ودز عليكم يقوم يتذكر ديك وأنت بقد أبوه تغير ده تربي يعني شانه بوقته. فيقول صافعني باوية تبتسم ما ينسى عنده ذاكرة بدليل يعني عجيب هالسؤال. أيوة بالنسبة لكمال الألوسي لما شافه رجع قال لي هاي وين كرمهم بسيارة أولدز و20,000 لكل واحد من الطلاب والمعلمين. أولدز وعشرين ألف